انتو ما تضايق من الدخان؟ وديش يدريك؟ روح يا بابا، تبعدك صغير. ما تخاف يجيك سرطان وتموت؟ الأعمار بيد الله، ايش يدريك؟ يمكن دحين تموت في حادث. شوف ابو خالد بطل الدخان وبرضه مات. انا نفسي اعرف بس انتو ايش يعجبكم في التنفيخ؟ هذه حق الكبار، تعدل الدماغ تروق المزاج. انا خلاص تعودت عليها، ما اقدر ابطلها. يلا خد جرب شفطة، خليك رجال. ايش ما تعرف؟ خايف تموت؟ مو ابوك واخوك اصلا يدخنوا؟ خذ خذ، لا تخاف ما حتموت. كيف عجبتك؟ لسه بكره يتحول عليها. كيف حب تدخل انت في اليوم؟ اسكت بكت يا اسمع. الصغار سهل ينضحك عليهم. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة.